صباح الخير، صباح النور على جميع مشاهدينا الكرام. معاكم احمد عبد العزيز، واولى حلقاتنا من البرنامج دردشه سريعه. الحقيقه لما جينا نعمل البرنامج انا وزميلتي بوسي فكرنا ان احنا نتكلم في كذا مجال، فكرنا ان احنا نتكلم في الرياضه، نتكلم في السياسه، نتكلم في الموضه، نتكلم في الاقتصاد. فطلعنا بفكره البرنامج ان احنا نتكلم عن كل حاجه ونناقش كل المواضيع معاكم ان شاء الله باذن الله. فيا رب تستفيدوا منا ان شاء الله باذن الله، يكون في استفاده لحضراتكم جميعا ونكون ضيوف خفاف عليكم ان شاء الله باذن الله. صباح الخير عليكم مشاهدين قناه الصحه والجمال. النهارده اول حلقه من برنامجنا دردشه سريعه. انا بوسي مديح هكون معاكم انا وزميلي احمد كل يوم اثنين ان شاء الله الساعه 10 صباحا على قناه الصحه والجمال في برنامج دردشه سريعه. هيكون في خبراء وضيوف هتستفيدوا منهم كتير، هنتكلم في كل المجالات وخصوصا عالم المراه. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني نشوف موضوع حلقتنا ايه النهارده. ورجعنا لكم تاني، والنهارده موضوع حلقتنا هو ضيف، بس ضيف مش زي اي ضيف، ضيف مميز جدا بصراحه. هو ضيف كامل الاوصاف. انا عن نفسي حيرني، يعني مش عارف ابدا معاه من السياسه ولا ابدا معاه في الاقتصاد ولا ابدا معاه في السياحه. هو بصراحه كامل الاوصاف. معانا ان شاء الله النهارده باذن الله الخبير الاقتصادي والسياحي المحاسب عصام الكومي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك ويسعدني ويشرفني، بس انت عملت مقدمه الحقيقه خلتني الدنيا كلها لخبطت. اظن احنا تعبنا جدا على ما جينا. لا يعني الحمد لله رب العالمين. تعبنا صح، متاخرنا. لا انا سعيد ان اكون مع حضرتك ومع الاستاذ ربنا يخليك يا فندم، وربنا يوفقكم جميعا. الجدير وان شاء الله تكون حلقه مفيده ان شاء الله. الجدير بالذكر ان الاستاذ عصام يبقى والد احد الابطال اللي حاربوا في سيناء واصاب اصابات بالغه جعلت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرمه بنفسه، وهو اصاب على يد التكفيرين هناك. وهنا انا ليا نقطه وليا دعوه، يعني انا بدعيها لجميع الاعلاميين وجميع الصحفيين وجميع السوشيال ميديا، ان مفيش حاجه اسمها ارهابي، جماعه ارهابيه، جماعه ارهابي، جماعه ارهابيه، ارهابيين، لا هم تكفيريين، تكفيري، جماعه تكفيريه. لان احنا عندنا جيشنا والشرطه ما بيرهبوش حد، ما بيخافوش من حد. هو ارهابي، ارهابي على جماعته، يخوفهم، يضربهم، ان شاء الله حتى ربي يمدهم على رجليهم. يعني لما يجي عند الجيش المصري ويقف، احنا ما بنخافش من حد، لا جيش ولا شرطه ولا حتى شعب. الجند المصري لو قام ووقف وشاب ايده كده، ايده توصل للسماء، لان هو متبارك من ربنا في قوله عز وجل ان الجند المصري خير اجناد الارض. فاحنا ما بنخافش، ما بنهابش، فيا ريت احنا نوصلها ويبقى كلامنا كله ان هو تكفيري، عنصر تكفيري، جماعه تكفيريه، تكفيريين. انما نقول ارهابيين، لا هما ما بيرهبوناش، احنا ما بنخافش. انت لما بيجي يحطوا قنبله ويزرعوها ويجي خبير مفرقعات عشان يفك القنبله، الجمهور بيتفرج عليه كانها نمره في سيرك. فالحمد لله والشكر لله احنا ما بنخافش. اخبار البطل بتاعنا ايه يا استاذ عصام؟ فضل ونعمه والله، الحمد لله رب العالمين. هو ربنا من عليه وعلينا، وهي منحه مش محنه. والحقيقه لازلت لغايه اخر لحظه بقول ان ربنا كرمني، ولغايه النهارده بتعلم من البطل محمود الكون. ربنا يبارك لك فيه، ربنا يحفظه ويحفظ. وطبعا بالمناسبه يعني انا عايز اوجه تحيه تقدير وشكر لجنودنا البواسل وشبابنا ورجالتنا واولادنا، سواء في الجيش المصري او في الشرطه المصريه، وطبعا على راسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي الحقيقه يعني انا شخصيا يعني بدعي ربنا ان ربنا يعينه في الموج اللي احنا العاتي اللي احنا فيه والمشاكل اللي احنا فيها المنطقه كلها بالكامل. فربنا يثبته، وان شاء الله مصر محفوظه بامر الله، من الله وبجيشها وبشرطتها ان شاء الله دايما يا رب. فربنا يبارك في اولادنا جميعا يا رب. دايما يا رب. استاذ عصام، عايزه اعرف ايه دور حضرتك في الازمه اللي مر بيها الرائد البطل محمود الكومي، وازاي قدرت تعبر بيه من الازمه النفسيه دي وتحولها لطاقه ايجابيه، و تأكد له ان الاصابات دي وسام شرف ليه؟ والله حضرتك سألت سؤال بالنسبة لي اللي بيقولوا عليه السهل الممتنع، لانه انا عبرت بنفسي، ما عبرتش بيه اصلا، انا عبرت بنفسي اولا، وكان فضل من ربنا سبحانه وتعالى انه التثبيت من الله سبحانه وتعالى بداية،
وده كان الستارت او البدايه اللي خلتني اتعامل مع كل الظروف بثبات بفضل الله سبحانه وتعالى، لانه هي اللحظه صعبه، اللحظه صعبه، اللحظه نفسها يا اما كده يا اما كده، لازم يكون في ثبات. وانا لا حد داعي لا بطوله ولا اقول ان انا راجل شخصيتي قويه او ان انا حضرتك محارب، بجد محارب، ربنا يخليك ويكرمك. لا، هو فضل ربنا سبحانه وتعالى، التثبيت من الله في اللحظه دي بالتحديد. ما هو اصلا هي كانت لحظه واحده والله، يعني يمكن السؤال ده محد ساله لي في الحلقات اللي طلعت فيها كتير قوي، وايام طبعا المنحه بتاعت الرائد محمود وازاي ومش ازاي وي، ولكن السؤال ده بالتحديد انا هقول كلمه يمكن اول مره اقولها واختص حضرتك. سؤال جديد يعني يا استاذ عصام عن اي؟ لا صحيح والله، هو فكرني هو فكرني بحاجه يا احمد بيه. برافو عليك يا استاذ بوسي، ربنا يعينكم. يعني هو فكرني بحاجه انا يعني ما قلتهاش قبل كده. هو مفترق الطرق بيجي في لحظة أكون أو لا أكون. أنا فكرت في حاجة واحدة بس، لو أنا تهزيت كل اللي بعدية هيقعوا. خلاص صح. كل اللي بعدية هيقعوا، كلهم كانوا واقفين مستنيين يشوفوا أبوه هيعمل إيه. حتى زمايله، حتى الضباط، حتى لما رحت العريش، وطبعا كانوا رافضين يروحوا إن أنا أروح العريش نهائي، وكان الطريق مرصود، وقلت لهم هروح أنا رايح يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أمنوا الطريق. ولغاية ما رحنا كان الضباط سواء بتوع الشرطه اللي مأمنين المستشفى العسكري بتاع العريش، او ضباط الشرطه زمايله والناس اللي كانوا معانا والناس اللي جم كلهم، ساعه لما لقوني عشان خاطرنا يا حاج، يعني احنا مش عارفين نقول لك ايه، بس عشان خاطرنا تماسك عشان خاطر محمود. قلت لهم يا جماعه ما تقلقوش ان شاء الله. انا الفيلم او الحوار كله بيدور في دماغي، انا لما ادخل، انا ما كنتش عارف الاصابات بتاعته بالتحديد على فكره، من كتر الشوشره والكلام واللحظه كل واحد عمال يقول، لغايه ما دخلت شفت مع الرائد محمود بنفسي ما كنتش عارف كم او حجم الاصابه، مش متخيله، انا مش متخيله. صعب جدا. وبالتالي انا لما اشوفه هيكون تصرفي ايه، هعمل ايه، انا ما بقتش عارف. الوهله الاولى طبعا. فطبعا اول ما وصلت المستشفى سجدت لله سجدتين شكر بفضل الله، وصليت ركعتين ودعيت ربنا، قلت له يا رب انت عارف ان انا ضعيف، ثبتني يعني، ما تخلينيش اتهز، انتوا خليتوني عايد الشريط تاني، ما تخلينيش اتهز علشان عشان خاطر ده، عشان خاطر حبيبك اللي انت اخترته ده، ما تخلينيش اتهز. فانا لما دخلت الحقيقه هو عارف البرفان اللي انا بحطه، انا بحب برفان العود يعني، كان لي ان انا اتكلم عن نفسي شويه. ايوه انا شفت. فهو اول لما دخلت الغرفه، الحمد لله على السلامه يا ابويا، ما شاء الله، انا ما بقتش متوقع. شم ريحته والله. والله لا العظيم، هي مش لا هو ما شافنيش، هو مش شايفني، هو حكايه ان هو عنده يعني هو مش شايفني كمان يا احمد. ايوه دي نقطه طبعا. انا كنت متخيل انه ما يعرفش ايه اللي حصل له. انا متخيل من رد فعله، لقيته عارف بيقول لي ما تزعلش يا بابا. قلت له ما زعلان يا حبيبي، سبحان الله، يعني هو بياخد بايدك. لا ده نادى على الاثنين العساكر، السواق بتاعه والعسكري اللي كان معاه في على السرير ده والسرير ده، يا فلان قول له عمر يا باشا اخبارك ايه يا ولا كويس، كان قاعد بيتكلم معاهم وبيطمن عليهم. حدوته محمود ده، حدوته لوحده والله العظيم. فقلت لا يمكن انا ابقى يعني اقلم، لا ده انا لازم اقف واقف واقف، اخبارك يا حبيبي انت كويس وان شاء الله هتبقى. قال لي الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس. انا مش هطول في الكلام ده كتير، ولكن هو بيكمل علاجه في لندن دلوقتي، ربنا فهو ربنا كان كورونا اخرت شويه للسفر، فاول ما كان في امكانيه للسفر سافر، وربنا يكرمه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ويرجعه لك بالخير. قلبت علينا بس يا ربنا يشفي كل مريض يا رب ان شاء الله. انا عندي هنا حضرتك علامه استفهام بصراحه، يعني انت بتقصدني النهارده؟ لا والله مش استقصاد، بس هو يعني حضرتك قالوا عنا ان انا حضرتك راجل سياسي محنك. تصدقهمش؟ لا انا اشهد لك بدي. وبعدين في ناس قالت لا حضرتك راجل اقتصاد رقم واحد، بدليل ان حضرتك مدير عام بنك من اكبر بنوك مصر. طيب ماشي، خلاص على المعاش الحمد لله. طيب خلاص ماشي. طيب حضرتك راجل سياحي ومدير عام شركه سياحه. انا بحب السياحه. طيب وخصوصا السياحه الدينيه. طيب ماشي، الحمد لله رب العالمين. تمام. امام وخطيب وشيخ، وحضرتك تحرص دائما على القاء الدروس الدينيه، فازاي في شخص
بيمتلك كل هذه المواصفات في مجموعه. على فكره انا طول عمري مثلا عندي فكره، الفكره ده اللي هو لا يختلط الدين بالسياسه. حضرتك بجد يعني دي انا بكلمك بكل امانه، على وشك ان انت تغير لي الفكره دي، ان الدين لا يختلط، ان الرجل السياسي للسياسه، رجل الدين للدين. فلما اتكلمت مع حضرتك كتير واتناقشت مع حضرتك كتير، انت على وشك تغير لي الفكره دي. فعلامه الاستفهام هنا ازاي في شخص بيحمل كل هذه المواصفات. الله يسامحك. انا عايز افهم. الله يسامحك. اولا الله يسامحك. ليه بس؟ غفر الله لنا لي ولك. ليه يا فندم؟ وجعلنا خيرا مما يظنون. تمام. وارزقنا العمل الصالح. حاجات كويسه جدا ان حضرتك بتستوعب كل يعني اكتر من كتير اكتر من مجال. انا هبتدي من اخر نقطه. تمام. انا هبتدي من اخر نقطه. تمام. انا طبعا ضد، انا يعني قناعاتي يعني قناعاتي بالقرايات وبحضوري وبعلاقاتي واتصالاتي مع ناس كتير وعلماء كتير. المقولة اللي بتقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. تمام. دي مقولة غلط. تمام. انا بقول لازم على وشك تغير لي الفكرة دي. انا برضو عشان تصحيح، هو يمكن الاسباب اللي فاتت هي اللي خليتني احط الفكرة دي من تصرفات الجماعة. لا لا طبعا انت عندك اصل ده مش ما هو ده مش سياسة. فدي مش سياسة. ما دي عشان كده انا قلت لا بقى ما نخلطش. ما انا عايز اعمل بس فصل للخلط. تمام. خلط للمفاهيم. تمام. وعلى فكرة هو مش بعيد قوي الكلام. تمام. بس لما يتقال صح. صح. يعني يتقال صح. نقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ادار المعركة او المعارك والغزوات من المسجد. تمام. حفظ القرآن في المسجد. تمام. كفل اليتيم في المسجد. تمام. علم الأسرى خلاهم يعلموا الصحابة القراية والكتابة من المسجد. يعني المسجد هو الجامعة، هو الكلية، هو المدرسة، هو البيت. فلما اجي اقول انه لا سياسة في الدين، انه دين بقى الدين انه تقصد يعني انه دين؟ الدين اللي هو الاخلاق، ما هو ده يعني بيتقال عليه الدين. تمام. القيم والمبادئ، ولا تمام. الدين اللي هو شرع ربنا. اذا كنا بنتكلم على شرع ربنا اللي جه بيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم نعدل المقولة ونقول انه الدين ده منهج حياة، السياسة ده فرع صغير جدا من فروع منهج الحياه. هو لا مانع ان انا اكون راجل سياسي وبس اطلاقا، وبمشي بشرع ما انا بتكلم في السياسه وبتعامل في السياسه، انما ما استغلش الدين في السياسه اللي انا بتكلم فيه. شوف يعني بس برضو في مقوله مشهوره، انا امشي بشرع ربنا كراجل سياسي، امشي بشرع ربنا، اتعامل بكلام ربنا، بس ما استغلش الدين كدعايه دخول في السياسه. دي النقطه بتاعتي بس مش هخلص منها، انا نفس مش قد مش حمل. في مقوله مشهوره، بتقول ايه؟ اعرفوا الرجال بالدين ولا تعرفوا الدين بالرجال. يعني مش كل من لبس جلابيه قصيره وطول دقنه الله يفتح عليه وضرب البتاع وعمل لها زر الله يفتح عليه بقى ده امام الائمه، ويبقى كل اللي بيقوله صح. دي كارثه الكوارث. وده معناها ايه؟ ان انا لما اجي اخد الدين ماخدوش من تصرف واحد وافعال واحد، لا، قال الله وقال رسول الله، هو ده الدين. ولذلك اللي هيمشي على المنهج هو ده الميزان، اهلا وسهلا. انما انا اجي عشان اعرف الدين اقول لا ده الامام فلان قال كذا، ايوه على راسنا الامام، مع احترامي طبعا. انا مش هدخل بقى السكه بتاعت الناس اللي بيشتموا في البخاري وبيشتموا، لا لا لا، وانا مين ده عشان، لا لا ماليش دعوه بالناس دي. ولكن انا عايز اقول ايه؟ انه قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي يقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. صح. الدين شرع ربنا اللي نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي علمنا نتكلم في السياسه، وامرهم شورى بينهم، لا يعني معناه بمناسبه الشورى والشيوخ وبالمناسبه والله هو الزمن بس بيختلف مش اكتر يعني. فمش معنى ان واحد يتصرف غلط يبقى هو ده الدين. صح. وهو ده المخاز بتاع الدين. صح. انا ماليش دعوه يعني اللي بيقتل وبيستبيح الدماء دول ايا كان اسمه بقى، الجماعه الناجيه، الفرقه الناجيه، الناجون من النار، اعمل اللي انت. ولذلك انا ضد التفرق والتحزب تماما، لا في الدين ولا في السياسه على فكره. يعني حتى في السياسه لما اذا جه حوار والكلام، انا ضد الاحزاب وضد، على فكره ده مش ديمقراطيه والكلام ده، ده كل ده اخترعوه علشان يوجهوا الشعوب ويوجهوا الناس.
برضو انا دماغي لوحدي كده لما اذا جه كلام ليا كلام تاني قوي جدا لازم يتقال بمناسبه الاستحقاقات الانتخابيه سواء مجلس الشيوخ او مجلس النواب. طب احنا سمعنا يعني ان حضرتك كنت رشحت. انتوا قاعدين متصيدين. لا لا اتفضلي معاكي. رشحت نفسك مجلس الشعب قبل كده، الكلام ده مظبوط؟ في بعد الثوره على طول 2012 انا قلت بفضل الله سبحانه وتعالى بقى الامور اتغيرت والدنيا اتغيرت وده مجال الناس الوطنيه اللي بتحب بلدها بجد اللي ناويين وعايزين يغيروا بجد والمجال مفتوح والحمد لله انا كان ليا قاعده شعبيه وفضل الله يعني انا مش قويه قوي لكن الحمد لله قاعده شعبيه محبه في الله يعني تبادل الاحترام وتبادل ود للشخصيه نفسها يعني انا لا راجل راس مالي ولا معايا فلوس بدفعها ولا بدفع فلوس لحد ولا رشاوي انتخابيه حتى الاعلانات لما عملتها كانت على استحياء كان كل الناس بيقول لك فين كان هم اللي كانوا بيعملوا له الدعايه الانتخابيه انا كنت كل مهمتي ان انا بقف في الشارع بكلم الناس وجه لوجه. طيب معانا مداخله ايه ده في مداخلات احنا اتفضل مداخله منين الو شجا من سينا الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شجا؟ الحمد لله. اهل سينا الجميله الكرام فوق راسنا كلهم ابطال، بنرحب بسينا واهل سينا، بنرحب بسينا واهل سينا كلها. اتفضلي يا شجا. حضرتك انا كنت عايزه ابعت واقول له صوتك بيقطع. وطي التلفزيون يا شجا غير الاتصال قطع. الاتصال قطع. نرجع لحضرتك تاني. فطبعا انا قلت فرصه جدا، المناخ مميز ومفتوح، اثبت ذاتي بقى وانا عايز اغير ونفسي اعمل اي حاجه. والحقيقه يعني انا في حديث عن سيدنا النبي بيشغلني قوي قوي قوي، من لم يهمه امر المسلمين فليس منهم. انا دي مشكله عندي بالنسبه لي الحقيقه، يعني من راى منكم منكرا فليغيره. انا بدور دايما على ايه الصالح ايه المفيد في اي مجال وادخل فيه بقوه يعني. فانا قلت فرصه بقى فنزلت الانتخابات. ناوي تنزل انتخابات مجلس الشيوخ السنه دي؟ لا بس لحظه، بس انا عايز اضيف حته. طيب ماشي. لما نزلت الانتخابات فوجئت بالتنمر والاكتساح اللي ما كناش واخدين بالنا، وده اللي جه بعديه 30/6 بقى والدنيا بدات، لانه كان مؤشرات لازم ناخد بالنا منها. انا فوجئت انه مش هقول انا خليني اقول الاحزاب، خليني عشان ما اخشش في حته تانية، خلينا اتكلم. كان حزب النور اللي كانوا بيقولوا احنا لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه، والانتخاب حزب النور ماشي وحزب الحريه والعداله. وفوجئت بكم الحشد وكم الفلوس اللي اندفعت وكم التنظيم وحاجه مرعبه. طب انا هروح فين دول في وسط دول؟ ورغم كده بفضل الله سبحانه وتعالى حققت اصوات بجهدي الشخصي، هي ادتني مؤشر ان انا كويس، ان انا فعلا الحمد لله في ارضيه وفي شعبيه، ولكن اروح فين في وسط دول؟ معانا اتصال ام محمد. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وانتم طيبين الاول. وحضرتك طيبه. الله يخليك. عاجبني الدردشه اللي انتوا عاملينها دي على السياسه وعلى الدين وكده. ربنا يخليك. بس انا عايزه اقول على حاجه، لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين. بس انا عايزه اقول مبدا حاجه، المسجد دوت هو معمول للعباده مش معمول ان الرسول عليه الصلاه والسلام عشان ما كانش في مقرات، لان هو مثلا في جيش في غزوه في كله، كان المقر المسجد اللي هو التشاور بين امور المسلمين في كل حاجه. هو المسجد في الاول وفي الاخر للعباده، لكن الاخوان او الجماعات الذكري بياخدوا المسجد دوت لتنشئه اللي هم يربوا بيهم الاطفال اللي هم اطفال الاخوان،
دولت اللي هم طلعوا في 2012 وبعد 2012 وكلام من ده. العيب في المسجد يا ام محمد ولا العيب فينا؟ يعني العيب في المسجد ولا العيب في اللي سايب المسجد واللي بيستغل العيب اللي في اللي سايب المسجد مش واخد. لا يعني العيب مش في المسجد ولا رساله المسجد. شكرا على اتصالك ام محمد. هو ده اللي انا عايز اوضحه، بس خلي بال حضرتك رجعنا تاني طيب. لخلط المفاهيم. معانا معانا اتصال مروه. الو الو صباح الخير. صباح النور، ازيك يا مروه؟ ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون؟ وطي يا مروه التلفزيون واسمعي من التليفون احسن عشان نعرف نسمعك وتسمعينا كويس. اتفضلي يا مروه. تمام. انا حبيت احييكم، البرنامج جميل جدا. ربنا يخليكي. شكرا ليكي. والحوار في منتهى الجمال. ميرسي لذوقك. اتفضلي يا مروه. خططت. شكرا، نرجع تاني لحضرتك. شكرا ليك يا مرو على كلامك الجميل ده، وشكرا لكل مشاهدينا بصراحه على الكلام كويس الممتاز بتاع حضرتكم ده. يا رب اصلا ننال اعجابكم ان شاء الله باذن الله. اتفضل استاذ عصام مرود. ارجع تاني فانا فوجئت للاكتساح اللي موجود على الارض الواقع بقى، والحشد والتنظيم، فعرفت ان في كارثه هتحصل او في حاجات. يعني احنا داخلين على مرحله غير طبيعيه، وقد كان، وطبعا كان نصيبنا من منحه ربنا سبحانه وتعالى للرائد محمود الكومي. ده كان احد الـ 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 الاثار اللي جت بسبب خلط المفاهيم والحشد، وان الدنيا كانت داخله كلها في بعضيها، اكون او لا اكون، او لازم نسيطر على البلد، او البلد دي بتاعتنا واحنا اللي هنعملها واحنا اللي هنسوي، وبالتالي بقت حرب. الحرب لسه لغايه النهارده بنعاني منها وبنحاربها. تفرق معاك الحرب يا استاذ عصام؟ الحرب اي حرب؟ انا اصلا عارف ان حضرتك شخصيه محاربه بجد، انا مش بنافقك، حضرتك محارب. انا الاخطر عندي الحرب الداخليه قبل ما تكون الحرب سلاح الحرب العقائديه. انا دايما كنت اذا اذنت لي بس حضرتك كنت بتكلم على الناس مش واخده بالها من معنى التطرف، بياخدوا ان التطرف هو معنى واحد بس اللي هو الارهاب. وانا دايما اضرب مثل، لو عندي مسطره زي دي كده، مسطره فيها طرف يمين وطرف شمال، صح، وفي وسط. تمام. احنا بنتكلم على التطرف من جهه واحده بس اللي هو الارهاب. طب والتطرف الثاني؟ هو في تطرف ثاني؟ تطرف التسيب والانحلال اللي ادى لانتشار الالحاد اللي بدا ينتشر ما بين الشباب ومش واخدين بالنا. انا بضرب جهاز انذار للسادة العلماء والسادة الفقهاء والقائمين على الدين وعلم الاجتماع وعلم النفس، خلي بالكم شباب كتير في مصر بدأ يتجه للإلحاد، نكران كل شيء حتى الاعتراض على الله، فده تطرف. والعياذ بالله طبعا. لا ده ما انا بضرب كأس انذار. فده تطرف. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ربنا يقول إيه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطية، احنا لا يمين ولا شمال ولا تطرف، مفيش الكلام، ما عندناش تطرف. زي ما قلت حضرتك المسطرة من النص. هل احنا فاهمين؟ احنا دايما هنا الحرب العقائدية بقى أهم عندي، الحرب العقائدية أهم عندي من الحرب بالسلاح. أيوة حرب بالسلاح مهم وضروري جدا، لازم، وناخد بالأسباب لازم، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ولكن اللي بيحرك السلاح وبيضرب من النار ده بيفكر ازاي؟ حاجة من اتنين، يا إما مرتزقة زي اللي مأجرينهم. معانا محمود على التليفون. الو صباح الخير. صباح النور يا محمود. والله انا مبسوط جدا بالبرنامج بتاعكم الجميل ده. ربنا يخليك. وبحيي الاستاذ عصام الكومي، بصراحه شخصيه محترمه جدا وفعلا حاجه مشرفه للبلد، وفهم للدين وفهم للواقع. يعني النماذج دي نماذج مشرفه في البلد صراحه. يعني اهجلتم تواضعنا والله، ربنا يخليك. يعني حابب اسجل اعجابي بالشخصيه المحترمه البطل، فعلا الواحد قاعد بيسمعه حاسس يعني فعلا بحب وانتماء للبلد بطريقه جميله جدا. فبصراحه حبيبي ربنا يخليك، والف شكر. كلك ذوق. شكرا لكلامك الجميل ده بصراحه. كلك ذوق يا فندم، ربنا يخليك، ربنا يكرمك. طيب بمناسبه الانتخابات يا استاذ عصام، ناوي ترشح نفسك انتخابات؟ ان هي موجوده. طيب معانا اتصال دكتور تامر الخولي. الو صباح الخير.
صباح النور يا دكتور. صباح النور يا دكتور. شكرا لذوقك. اهلا بيك اهلا بيك يا دكتور تامر. غير الاتجاه بس قولي لي، غير الاتجاه. هو ايه صوت حضرتك مش واضح؟ غير الاتجاه بس. السيجنال عندك ضعيف يا دكتور، فبعد اذنك لو غير بس الاتجاه. في حته فيها شبكه. الاتصال قطع. النية موجودة. حضرتك ناوي يعني. ولكن طب عايز اسال سؤال بقى. ايه اللي يخليني نية معلقة على شرط الأول؟ ايه؟ هي نية معلقة، أنا لسه نية معلقة على شرط. تقسيم الدوائر. تقسيم الدوائر لسه قدامه يمكن أسبوع ولا حاجة عشان يقروه في مجلس النواب. فإذا كان تقسيم الدوائر هتبقى مدينة طنطا بس، هتوكل على الله وانزل إن شاء الله. لو هيضموا المركز مع طنطا فطبعا انا لا انا راس مالي ولا انا معايا فلوس ولا انا بفضل الله سبحانه وتعالى ولا انا حزبجي ولا بس انا بس دي قاعده جماهيريه كويسه. لا ما هو هنرجع نقول تاني، انا 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 العمليه عندي مش حرب انتخابات او مش هدف انتخابات، انا حرب حضرتك تغيير قناعات ومفاهيم، تغيير قناعات ومفاهيم. طب انا ايه اللي يخليني كمواطن انزل اختار حضرتك رغم عدم رضاء المواطنين عن المجلس الحالي؟ اتفضل سعادتك، شوف الاسئله. طبعا سؤال ده عندي سؤال اصعب بصراحه بس مش عايز اقوله فمهرب معقول بس جاوب على ده الاول. ما هو ده سؤال اولا اشكرك على السؤال وعلى قوته وعلى يعني اللي هيخليني اقول. انا هقول لحضرتك حاجه يعني اول مره تتقال في مصر كلها. اصل خلينا بجد صريحين واضحين. ان المواطن مش راضي عن اداء. ما انت سيادتك مش مواطن؟ دي انا حضرتك مواطن؟ انا مش راضي. وانا مواطن؟ انا مش راضي. ولا انا راضي. ولا انا راضي. ما انا اقول لحضرتك، هو اللي بيرشح نفسه ده بيرشح نفسه ليه؟ قبل السؤال ده بقى انا هقول كلام اول مره يتقال في مصر كلها. اسمعوني بقى حضراتكم وايه واعيرين انتباهكم وخصوصا الشباب. اتفضل. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله. اللهم اجعل كلامنا ان شاء الله في القبول والخفيف. مين محتاج لمين يا احمد بيه؟ يعني المرشح محتاج للناخب للدايره للناس اللي هينتخبوه ولا الناخبين هم اللي محتاجين للمرشح؟ طبعا بالعرف السائد في مصر كلها ان المرشح اللي هيرشح نفسه ده هو اللي محتاج للناخبين. بس هو المفروض العكس. لا انا بقول لحضرتك اهو ما فيش حد مرشح على فكره. معانا اتصال تليفوني. هبه من الغربيه. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. عجبني المناقشه بتاعت مجلس الشعب وكده، بس احب اقول للاستاذ اللي بيتكلم على الترشيح وكده، بالله عليك لو دخلت مجلس الشعب اخدم اهل دايرتك مش تعذبهم، لان احنا مش عايزه اقول لك بنعاني من اعضاء حضرتك. المواطنين عندهم رضا. طب اسمعيني يا هبه وارجو ان انت بعد ما اخلص كلامي تعيدي الاتصال تاني وتقولي لي ايه راي حضرتك في الكلام ده، ولو شاء ربنا هيبقى ده العهد اللي هيتاخد عليا واللي هتحاسب عليه. لاني هقول كلام هنسجلها. لا هقول كلام هنسجل اول مره يتقال في مصر يا هبه، واسمعيني حضرتك وبقولي لي رايك. هنرجع للكلام. هنرجع طبعا للكلام. طبعا نتمنى لك بقى التوفيق يا رب. لا ربنا يخليك. ما رب يعني شوف، اللهم ان كان فيها خيرا فيسرني لا ويسرها لي طبعا. وان كان فيها شر فابعدني عنها وابعدني عنها يا رب العالمين. خلينا اقول تاني، مين محتاج لمين؟ المرشح محتاج للناخب ولا الناخب هو اللي محتاج للمرشح؟ انا مش بلعب المفروض، انا بتكلم على ارض الواقع. ارض الواقع بيقول ايه؟ ان المرشح محتاج للناخب فيعمل ايه؟ اهلا حبيبي اهلا. وهو ما يعرفوش وتلاقي الابتسامه دي قد كده والتليفونات تليفون اهو ويرد عليه. طب وبعد الانتخابات لا تليفون يرد ولا شافه قبل كده ولا يعرفه قبل كده وانسى. ليه؟ لانه نجح. لا خلينا اكون صريح مع حضرتك. مش هو ده اللي حصل يا فندم؟ هو ده اللي بيحصل. الله ينور عليه. لانه لو صريح ده ليه فعلا ده اللي بيحصل. لو مفاهيم الناخب بقى ليه بقى؟ هقول لحضرتك على حاجه ثانيه. الدول الديمقراطيه كلها ليه حضرتك بيعملوا انه بيشترطوا، واحنا عاملينها هنا على فكره بس ما بتطبقش. ولو واحد ناخب قالها هيقول لك ايه ده، اتفرج ده من اولها ده داخل ينصب. اي بقى ليه شرطين من ضمن الشروط وموجود في مصر من ضمن الشروط بتاع الانتخابات، ان المرشح يفتح حساب في البنك ويعلن عن رقمه.
اللي هيستقبل فيه الـ 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 الاعانه او اسمها بيقولوا ايه الدعايه الانتخابيه. الناخب المفروض هو اللي يدور على المرشح، فالناخب ده يعمل ايه؟ هو اللي يدفع الدعايه، هو اللي يعمل الدعايه للمرشح. انا ادفع فلوس من جيبي ليه؟ انا نازل الانتخابات بعد اذنك، انا ادفع فلوس من جيبي ليه؟ لازم كنت حرامي. طبعا كلام اول مره يتقال اهو. في انا عندي عقيده تانية هقولها عشان انا عارف ان حضرتك عايز تقطع، بس كلمه اخيره. لا هو انت عارف ان احنا جينا متاخرين وبدانا بنام متاخر. احنا معانا اتصال تليفوني الحاج رجب. الاول اللي بيدفع لازم يلم، اللي هيدفع هيلم، وانا مش هلم يبقى مش هدفع. عليكم السلام يا حاج رجب. ازيك يا فندم؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ انا بحييكم والله، بحييكم على الفقره دي. ربنا يحييك. وبحيي فريق الاعداد وبحيي جميع المستمعين قناه صحه وجمال. حضرتك منين يا حاج رجب؟ من الاقصر. من الاقصر ما شاء الله. ربنا يحفظك ويحفظ اهل الاقصر كلهم. يا فندم هو المرشح يا فندم بياخد حقه من الناخب كامل 100%. وقبل الانتخابات بشهرين ثلاثه تعال شوف لو هو راكب عربيه بينزل من العربيه ويسلم على الناخب. ده وقت الانتخابات يا حاج رجب. نعم ده وقت الانتخابات. لكن بعد الانتخابات يا فندم خلاص بينجح ما اعرفش ايه حق الناخب على المرشح. انا ليا 63 سنه والله. العمر كله ليك يا حاج رجب. ما شفتش حد لما اخذ من المرشحين الا العصبيه والقابليه والوظيفه فقط لا غير. عندك مركز اسنا اسال عليه، مهمش وفي احسن اعضاء مجلس الشعب على مستوى الجمهوريه. يعني حضرتك مؤيد، يعني حضرتك مؤيد كلامي يا حاج رجب؟ مؤيد كلامك مليون في الميه. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا حاج رجب. شكرا. وان شاء الله باذن الله الاستاذ عصام يكون عند حسن ظننا كلنا جميعا. بس مش هدفع فلوس. سؤال بس اخير عشان عايزين تنجحوني نجحوني. انا مش هدفع فلوس. سؤال بس اخير عشان احنا قربنا نختم. احنا لسه قلنا حاجه. ما هو للاسف الوقت احنا بدانا متاخر. ان شاء الله. حضرتك شايف انك هتضيف لمواطن في نزولك للانتخابات او بمعنى ادق، من المستفيد؟ حضرتك بعد ما تاخد اللقب ولا المواطن اللي هيستفاد؟ يعني حضرتك نزلت انتخابات وربنا وفقك ونجحت. المستفيد هنا مين؟ من ضمن البرنامج الانتخابي المستفيد هنا مين؟ المواطن. وقطع جاهزة قول كل خطيب. والله حضرتك هو المثل بيقول كده. طيب قبل ما حضرتك تجاوب بقى معانا مداخلة. الو. الو. صباح الخير. صباح الفل. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. حضرتك طيب بخير. وسلام على الراجل المحترم اللي على القناه دوا. عايزين نتكلم معاه كلمتين والكلام اللي بيقوله ده صح. اتفضل يا فندم. حضرتك لو ما عرفتناش بنفسك. انا اسمي علي محمد. وطي التلفزيون شويه بس بعد اذنك عشان نسمعك كويس. انا اسمي علي محمد رسلان. منين يا حاج علي؟ من شبرا الخيمه. اهلا بيك واهلا بشبرا خيمه كلها. اهلا بيك. انت الراجل ده محترم وهو ده اللي بيحصل في البلد. المرشح يعرفك الاول وبعد ما يقعد على المكتب ما يعرفش حد حقيقة ولا يخدم اي حد. هو خد الشوط بتاعه وقعد على المكتب خلاص ما عرفش لا ده ولا ده ولا ده. انما في الاول يبقى انت 100 وانا تحت امرك وفوقك وتحتك. يخلص الانتخابات ما تلاقيش حد خالص. ده معذره شبرا خيمه برضه كده اعضاء مجلس الشعب برضه يعني في الاول كويسين وبعد كده ما تشوفهمش. يعني حضرتك مؤيد كلامي يا حاج علي. طبعا انت راجل محترم ده من ذوق حضرتك يا فندم. ربنا يخليك ويكرمك. حلقه ثانيه الاسبوع الجاي نكملها. هنكمل احنا كده هنضطر نعمل حلقه ثانيه مع حضرتك. احنا انت يعني حضرتك نورتنا النهارده يا استاذ عصام وبشكرك على وجودك معانا. بص انا بصراحه انا فوجئت بالمداخلات. انت عارف ان انا جاي متاخر. لو الناس عارفه اول حلقه وجاي متاخر ما كناش خلصنا. احنا خلصانين. سعدنا بحضوركم جدا 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 وسعدنا بضيفنا الاستاذ عصام طول بجد ما لحقناش نشبع منه ان شاء الله. وفي كلام وانا ان شاء الله لازم نجيبه حلقه ثانيه ولازم نتكلم معاه اكتر بوضوح اكتر وباستفاضه اكتر. فاكيد ليه حلقه ثانيه معانا. شكرا لحضراتكم. يا رب تكون قدرنا ان احنا نفيد حضراتكم وتكونوا استمتعتوا بالوقت معانا. والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله باذن الله.
من برنامجكم برنامج دردشه سريعه. اولا بنعتذر على المكالمات اللي ما عرفناش نرد عليها النهارده، ان شاء الله استاذ عصام الكومي يكون معانا في حلقه تانية. وكده حلقتنا انتهت، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي الساعه 10 الصبح انا وزميلي احمد في حلقه جديده مع ضيف جديد من برنامجكم دردشه سريعه. باي.